معكم مشاهدينا مع نيتشر، واليوم مارك بده يجاوب على اسئلتكم. 04 44 44 44. صباح الخير. هاي ستيف، كيفك اليوم؟ تمام. اكيد عندك كمان اسئله بعثوا لك اياهم المشاهدين. مزبوط. وكمان رح نتلقى اتصالاتهم. يس، اذا عندهم اي سؤال. اكيد في اسئله عن الاوركيدي. دائما هيك، انا ان شاء الله نقدر نجاوب عليهم كلهم. بتقول كمان مثل ما قلت انه اذا بيبعثوا لنا صور على فيسبوك بيج ام تي في الايف او عندي هلا بيقطعوا في رقم واتساب، هيك دائما مع الصور فينا نجاوب اسرع. اكيد. واذا فينا المشكله انا هيك بعمل معك 100%. واذا فينا يكونوا اوقات انه السؤال نعرف هالاشياء، اذا الشتله مزروعه ببو او بالارض، اذا بالجبل او الساحل، هو كلهم بيساعدوا. اكيد. رح نبلش باول صوره هلا بنقطعها وبنحكي عنهم، واكيد فينا يتصلوا فينا بس تنبلش نحكي عنهم. هلا هالفتره في كثير شوب. هيدي الصورة تأكدنا. هلا اكيد هيك بس ما في اعرف، فمشان هيك انا سالت اذا هيدي مزروعة كل الشجرة. مزبوط. انا بعثوا لي بس انا بحط الصورة مشان ما نكتر صور. فهيدي اكدنا مزروعة ببو. هلا تخبر شو المشاكل بتصير بهيدي الشغلة. اوقات كثير نحن بناكل اكدنا وبنكب البذرة. الاكدنا كثير هينة تفرخ، فبفرخوا كيف ما كان وقت بنكون ناسيين انه كبيناها، ففي ناس ما بيعرفوا انه هيك بتصير الاكدنا. فهيدا اول شيء اكدنا مزروعه ببو طالعه مع حامضه وجاردينيا، سو في كثير تنافس بالبو صغير عليهم وحاطينها جوا. الاكدنا منا اندور بلانت، وهي فيها تعيش فتره معينه اندور بس هي بدها تعيش برا، واكيد لازم نحطها بالارض برا مش ببو قد ما فينا نكبرها. هلا عندها مشكلتين اكدنا، رح جرب اشرحها بالتفاصيل للكل يلي بيسالوا عنها. الأكدنة اسمها اللاتيني بدل أنه هي جاية من اليابان، فالتأس هون ما بنسبق أو قدامها، مشان هيك بنشوف الأكدنة نحن بلبنان بتضلها خضرة ولما الشوب. صح، وبتكون مزهرة أوقات بتطلع على الجبل على 1100-1200 متر، بتكون مزهرة بالشتة وقت اللي نحن أصلا ما بنعتني بنباتاتنا. نعم. فالفكرة بده يكون عنده أكدنة، مشان هيك بشوفوا عليها كتير تبقى وكتير أمراض فطرية كتير أسود على الفاكهة أو على الورق. هو بدنا نعملها بغير طريقة، يعني أنا وقتها بكون ما عم برش هي لازم رشلها مثلا جنزارة وكبريت وقائي على الأمراض الفطرية. فهون بهيدا الكال اللي صاير هو أنه ببو ما في دريناج منيح، سو الأرض ما عم بتصرف، هلا أكدنة عملت أمراض فطرية وهيدا اللي شفناها عليها. والحل؟ هلا الحل أكيد هلا ما فينا نعمل شيء، بنوفمبر ننقلها نفصلها نحطها بالارض، نفصلها عن الجاردينيا وهذيك الشتلات اللي بدهم غير مي، ما نرش مي على ورقها، نحطها اكيد بالارض. هلا اذا هلا بدهم يعملوا شيء، هلا ما رح تموت، مضطرين يجيبوا دواء، بس ما بقى فيهم يحطوا الادويه الوقائيه، بدهم يحطوا دواء افكتيف يشتغل بسرعه على الامراض الفطريه. فانا هلا ببعث لهم اكيد الاسم تما نكون عم نعمل دعايات، بس هيدي مشكلتها الاكدنه الكبيره. عندي سؤال مارك، هلا كثير شو؟ يس. امتى لازم نسقي الارض؟ هلا دائما هيدا هو اصعب سؤال، مشان هيك في ماشينز بسميهم تانسيومتر بينحطوا تيقولوا لنا متى نسقي، لانه اوقات الارض بتكون ناشفه بس من تحت منها ناشفه. هلا بما انه التانسيومتر غالي ومش كل حدا فيكم عنده تانسيومتر، ننتبه على هالكم تب السريعين. اول وحده منهم ما نرش مي على الورق بالصيف، لانه بنقدر نحن بنفكر انه عم يساعد البلانت. صح، 100%. اذا بدنا نعمل هيدا الشيء نعمله كثير الصبح او كثير عشيه، ما نعمله الظهر. ونسقي اذا فينا تخطيص دائما، اذا لا بدنا نسقي بطريقه بانتظام، يعني مش مثلا اليوم ارجع فيه بعد اربع ايام بعد خمس ايام، نعلم النباتات على انتظام. بس اهين شيء تسقي ريتم، اهين شيء تسقي اقل والنبته تكرمش وتعرفي انه صار لازم تسقي من انه تسقي دائما دائما وتقتل النبته. بصير في امراض فطريه. مزبوط. وبكبخ المي صح، يعني دائما كثره المي بتاذي النبات وبتقتلهم، قله المي لا. اوكي. هيدي بالنسبة لأول سؤال. نشوف الثاني. نشوف الثاني سؤال. فتاني كمان تاني صورة هلا رح تقطع، كمان رح تشوفي إنه زيت الأشياء عم بتصير وين ما كان. هون عنا زعتر، وإذا منتبهها بالنص هلا هي الأبيض تحت مش كتير مبين لأنه مغطى، في عليها كتير مثل بودرة بيضاء. مزبوط. وإذا منراقب التراب عليها كمان أبيض وهيك، فعم تسألنا ليه عم تبيض، والسؤال الحلو فيها أنا فكرت هن حاطين شيء. لا أبداً. وعم تسأل هي عن الأرض وعم تسأل عن الورق كمان أصلاً. في أبيض على الورق كمان. يس، بس أنا مخبين شوي. ف وفي سؤال حلو كمان عم تسألنا إنه إذا فيها هي تعمل بذر منهم وهيك، فرح جاوب على اثنين سوا. أول شغلة الأبيض اللي بنشوفها أوقات هيك على التربة، هلا أنا ماني شايفها حدة، فيها تكون كتير ديبوكلس،
يعني لما نحن نسقي بمي كلسية الأبيض إن كان على الورق وإن كان على التربة فيكون يصير في قصص كلسة مزبوط. هلأ كمان أوقات الأبيض خاصة مثل ما هيدا الكاهون إذا نحن كتير منسقي بتصير الأرض ما بتصرف المي مثل ما كنا عم نحكي من شوي دغري بتعمل أبيض كوش هيك على التربة اللي هن مثل أمراض فطرية. فشو لازم نعمل؟ لازم ننكش دغري تنهوي التربة لأنه نحن كتير زدنا مي. هيدا التهوية كتير مهمة، يعني المزارعين بيعرفوا أنه أهم شغلة ودائما أنا بعيدة للنبات أهم من الماء أهم من الكيمياء أهم من الشمس هو الهواء، والهواء بالشلش أهم من الهواء فوق. يعني إذا نحن ضلينا نسقي وسكر المسان تبع التربة منا منيح، فدائما لازم نحفتر شوي أو ما نسقي كتير ليفوت الهواء. هيدا هون عندنا هيدا المشكل. المشكل التاني هو إذا بسقيه من فوق سو بتخلق هيدا، واوقات الابيض على الورق هون في يكون رماد يلي هو كمان مرض فطره، فبس ما كانت مبينه منيح بالصوره كانت مخبايه. سو اللي عندها اياهم كل المشاكل ريليتد لانه في كثير كثره سقايه. سو هيدا الفكره تبعها. هلا كمان سالتنا عن اذا فيها تعمل بداره وهيك، كل النباتات اجمالا كل نباتات العالم حتى على جنب الموس والفجار كلهم بزهروا والزهره بتعطي بذره. فأكيد نحن إذا نقدر أكيد نعمل هذا الشيء، يعني نقول حدا زرع خسة فيكون عنده 10 خسات بيكلون بيترك واحدة لتعطي زهور صفر وهو زهور بيعطوا بذر بيرجع بزرعون. المشكل وين؟ أنه كتير من الأوقات لما منزرع من البذرة ما بتطلع مثل أمه إلا إذا اشترينا بذر مقصل، فمش يعني مش منيح أو هيك، فما يزال نعطي الهم أبدا. وبعد شغلة لنطمن، أمراض النباتات ما بينتقلوا للإنسان، فما حدا يعطي الهم. يعني إذا مثلا عطلان هم ورقة الزعتر يكون عليها شيء يصير له هو شيء. بنخاف على البيتس كمان. إيه هلا هيدا إذا رشين وهيك، بس إيه. إن جنرال ما نعطي الهم يعني هالقد. سو في اتصال يلا ناخده سوا. ألو. ألو. بونجور. الو مسيو مارك. ايه تفضلي عم نسمعك. الو مسيو مارك معي؟ نعم. ايه بدي اسالك عن الجاردينيا، الجاردينيا بس انها تزهر، اول ما تبلش تزهر بالزهري بتعبي من الصغير صغير بنه رماده. مشكلتنا هي. وشو هاي؟ اوكي سو هيدا مش من، هيدا حشرات كثير صغيره بسموها بالعربي نمنوم، هن تريبس، وهيدا من المن. التريبس مشكلتك الكبيرة معهم هو أنه صعب كتير تعالجه، يعني لما يكونوا هن صاروا موجودين بكترة إذا بدك ترشيهم لتقتليهم قبل لازم نرش رح يقلبوا زهور وهيك. فعادة اللي بيعرف أنه كل سنة بيجوا لعنده هل مثل نمل كتير كتير صغار صود بقلب الجاردينيا نقط، بده يبلش يعالج قبل، اول ما البرعم يبلش ساعتها هون بدنا نعالج، لانه بيكونوا جوات البرعم بيجوا جوا بيقعدوا جوا 100%. فبريفنتفلي بدنا نعملها. هلا عاده بشو بنعالج؟ الاشياء الفعاله اللي هي اذا بدنا نقول طبيعيه، نيم اويل بيزبط. هلا في ناس بتزبط معهم اوقات الحر او الدخان، في ناس بحطوا الصابون هول بنحط حر بالمي وبعدين بهالليكيد من منرش 100%. هلا غير هيدا في ادويه بتنشرها خصوصا للتريبس، بس ما يشتروا حيالها دواء لانه التريبس منا هينه. فكمان اذا بتبعت لنا المدام على فيسبوك او واتساب ببعت لها اسم الدواء، بس تجرب دائما قبل الاشياء الطبيعيه مثل نيم اويل وهيك. كثير منيح. في اتصال؟ الو؟ ما في اتصال. اوكي هلا عندنا سؤالين عن الاوركيدز، ورح نطلب من رنا تقطع لنا اول صوره وبنرجع اذا طلعنا وقت كمان بناخذ الثانيه. فالاوركيديه بتعرفي انه حاليا كثير غليو، يعني بعرف سو كثير عالم من يلي كانوا حاطين اوركيديه على جنب وما كانوا يهتموا فيهم هلا عم يهتموا فيهم which is good. سو رح نقطع صوره ونشوف شو هو السؤال. بس اذا بدنا نهتم فيهم كمان بدنا ندفع كثير؟ لا ولا. لا ما كثير ما كثير. فهون اول سؤال، مدام عم بتقول انه عم تشوف كثير شلوش طالعين لفوق وخاصه البيض والبنه ونقزاني اذا هيدا منيح او مش منيح. ما لازم ننقص ابدا، ما لازم ننقص، هيدا دليل عافيه كثير كثير عافيه مهمه، يعني لانه الاوركيديه مثل ما هيدا الفالينوبسس هي اوركيديه بتعيش على الشجر. سو قد ما هون مبسوطه هي عم تطلع تنبش على شيء تبرم عليه، هيدي كل الفكره. وفيري هيلثي اوركيد اللي عندها اياها خاصه انها مزهره وهيك. هلا اللي فيها تعملها بعدين رح اقطع الصوره الثانيه اذا كمان منقطعها تنشوف. هون زيت الفكره يلي هي اوركيديه، وهيدا كثير بضحكني دائما لانه بيقولوا لي الاوركيديه تبعي ماتت، بقول لهم بعثوا لي الصوره بيعثوا لي هي. هيدي هي فيري هيلثي اوركيد، يعني اوركيديه عايشه بطريقه كثير حلوه ومبسوطه. بدنا ننطر لترجع الزهر، هيدي الفكره. سو لنفسر شو بدنا نعمل للاثنين. اول شيء اوركيديه منيحه هي مثل هيدي الاوركيديه، ورقه منيح وعم تعمل اذا انتبهتي في ورقه بالنص جديده عم بتطلعها.
سو اوركيدي منيحه هي عندها بين 5 ل 7 اوراق تكون الورقه الجديده ستريت اب طالعه مثل ما مبينه. واوقات هي بتخسر اوراق يعني لازم بدك تكب القديمين. مزبوط بنقصهم وبنرجع بترجع بتعطي اوراق جديده 100%. سو هون عندنا تو تيبس نعطيهم للاثنين بعثوا لنا صور. اول شغله انه لازم دائما يحطوا وهيدا منا كثير غالي يعني كنا عم نحكي مره بالشهر لشهر ونص بلوم بوستر فيرتيلايزر يلي هو نوع من الكيماوي سائل غني بالبوتاسيوم ليخليها ترجع تزهر. نعمل باسيناج. نعمل باسيناج مره بالشهر بنغطسها فيه ما بنحط المي على ورقه وهيك. وبالصوره الثانيه لا بنحط مي والليكيد يلي بقلبه بس بقلبه. ما بنخليه يجي على الورقات يعني بنغطي مش فيه. دغري صح؟ والثاني صورة اللي هي كانت الأوركيدي مع التيج اللي طالعين، هيدي إذا بنرجع بنحطها للصورة وبعدين رح أقطع أنا وحدة من عندي، هيدي الصورة الحلو فيها هي إنه إذا نحن ما عملنا شيء وتركناها هيك مثل ما هي، رح هلا أقطع صورة من عندي، في أمل يطلع أولاد فوق مثل هون عم نشوفهم بنسميهم الكيكي، فأنا ما بنصح حدا إذا يعني كثير طبيعي بالأوركيدي الزهور يقشطوا. إذا نحن جينا وقصينا الأوب فلورال يلي تحت، إيه فيها ترجع تسرع بالزهور، بس بنخسر نتعطي هول الكيكي اللي هن الأولاد، فهيدا لازم ينعمل أكيد. بدنا آخر اتصال رح ناخذه سوا، ألو؟ 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 بونجور. أهلا أهلا. تفضل. بدي أحكي مع مسيو مارك. عم يسمع. تفضل. تفضل. ألو بونجور مسيو مارك. بونجور. بحياتك الأفوكا بتطعم اليوم؟ أوكي، عندك شي سؤال تاني؟ لا الأفوكا إذا بتطعم اليوم، هلا فيك تجرب، يعني هي بالتطعيم نحن دائما بنقول هي حدا بتجرب يمكن تفشل أو لا، بس عادة الأحسن شهرين لتطعيم الأفوكا هن بشهرتين اثنين وثلاثة هيدي الفترة، أو بتقريبا أيلول تشرين، يعني هلا شوية شوب لتزبط، فيك تجرب بس أنا بنصحك تنطر شوي ليخف شوي الشوب اللي هلا موجود عندنا. أوكي. احنا خلص وقتنا مارك، بنرجع بنشوفك نهار الخميس ان شاء الله راد. مشاهدينا وقفه ومتابعه لايف.